ثم القرآن. ما شاء الله. صحيح. لكن في مدرس كان ضدك. هنا الوالد كان ضدك في الصحافة. في مدرس كان من أول ضدك في موضوع الشعر. إيه والله ما أنسى. مشكلة كان مدرس يدرسني أدب يعني. كمان. يدرسني أدب. أنت عرضت عليه بعض شعرك؟ أيوة هذا كلام. وش قال لك؟ في الثانوي جمعت مجموعة من النصوص وطلعت مجموعة من المدرسين كان واحد منهم. طبعا بداية كل شاعر يعني بداية كل إنسان في أي مجال يعني الأبيات مكسرة وبحور كثيرة في نفس القصيدة. فقال لي محمد شوف لك مجال غير الشعر. دور شيء غير الشعر ما سألك الشعر ولا تصلح. قال شوف لك قصة شوف لك مقالة شوف لك أي حاجة. هل أخذتها تحدي؟ والله أنا أخذتها فعلا تحدي. والسنة اللي بعدها تخرجت من المدرسة الثانوية يعني كتبت قصيدة في التخرج كان هو من أوائل الناس اللي أثنوا عليها نفس المدرس. ما شاء الله ممتاز ممتاز يا سلام. طيب كتبت قصيدة طبعا في مدرسين المدرسة نفسها 132 بيت. هي لا تكون المئة المحكية في مشايخ دار الحديث المكية. بالضبط هذه هي. عندك سواليف عندها قصيدة اسمها المئة المحكية في مشايخ دار الحديث المكية. أظن ذكرتهم بالأسماء. كل واحد اسمه وبعض المواقف اللي كانت تسويها في الفصل. طيب ما شاء الله عندك قصائد كثير لها قصص. لكن بسألك أنت شاركت في أمير الشعراء أيضا. النسخة الأخيرة هذه السادسة. لكن ما وصلت للحلقات البث المباشر. أنا وصلت لل يعني مرحلتين اتجاوزتها وصلت وجلست قدام اللجنة واجازتني الحمد لله بالإجماع. لكن اختار بعد كذا. ايش المشكلة؟ ليش ما ترشحت للحلقات المباشرة؟ والله انا ما ادري ليش ما ترشحت. ما عندك سبب؟ هل فيها تصويت فيها شيء؟ لا ما فيها تصويت. طيب انت عندك سواليف حتى في السيارات وعندك قصائد اظن فيها مشكلة. في واحدة من القصائد تقول فيها الاصل في الاشارة العبور إن لم يكن بجنبها مروره. إيش حكايتك مع السيارات؟ فإن رأيت يا أخي لومينا قادمة فهرب بها يمينا. أنت متمرد من يومك حتى على المرور. إيش السواليف؟ والله تو نعرفها. قول ما يظهر عليك. والله هذا سبحان الله قصة هذه الأبيات كان عندنا مدرس الله يذكره بالخير دكتور علي أحمد الحذيفي الآن. كان هو كذا يعني بغير جو الفصل هو يدرس كان يدرسنا أصول فقه. فكان يقول كما قال الناظم والأصل في الإشارة العبور إن لم يكن بجنبها المرور. فأنا أخذت هذا البيت وقلت خليه يكمل عليه قصيدة طويلة لكن قلت والأصل في الإشارة العبور إن لم يكن بجنبها المرور فإن رأيت يا أخي لومينا وقتها كانت دورية هي المشهورة حقت المرور قادمة فاهرب بها يمينا وعندما تشاهد الزقاقة فادخل به وكن به سواقة أسرع وحث السير يا فنان إياك أن يصيدك الونان. الله وإن وصلت طيب. يا أخي منزلكم فاسكت ولا تخبر به والدكم. يعني عندك هذا الاتجاه الشعر الحلمنتيشي والشعر الفكاهي كذا. طيب أخيرا بسألك عن البعض الناس اللي حولك يقولوا أنت بيئة تحفيظ وكنت يبدو فترة مدرس في صحيح. التحفيظ البعض اتهمك بالانفتاح أنت منفتح شوية البعض كان يزعل عليك ليش تأخذ من لحيتك شوي ولا عندك بعض الأشياء الانفتاحية المتعلقة بالإعلام. والله كيف كنت تتعامل مع هذول الناس وايش رايك؟ والله سبحان الله ناس كثيرين انا واجهتهم صراحه في حياتي حتى موضوع النشيد انا من الايام كنت منشد لكن واجهت ناس تركت النشيد وبطلت علشانه. اوه يعني في قاسم مشترك النشيد بينكم الثلاثة. اي والله هذا واحد من القواسم اللي هي مقاطع يمكن الشباب يرجعون لها. فعلا هذه التهمه واجهتها لكن انا يعني على يقين تام باني ان شاء الله ما ادخل في باب الحرام. يعني موضوع اللحية وإطالتها وتقصيرها أظن المسألة يعني فيها وفيها وأنا يعني طلعت على كثير من الفتاوى في هذا الموضوع تحديدا. طيب لكن ما تأقلموا بعد كذا معك ولا ما زالوا معارضين؟ لا والله بالعكس ما زالوا معارضين إلى اليوم. في ناس معارضين في ناس أنت متساهل وإنت متساهل وإنت لا بس في أشياء الحمد لله ما تكتب عليك قرآن يعني ما وصلت إلى دار الحديث. والله حتى في دار الحديث يعني أنا زي ما قلت لك أنا لحيتي ما أحلقها بالموس وهذا اتوقع هذا النهي في الموضوع. طيب لكن ممكن اخففها واضبطها وارتبها كذا كالمعتاد. نختم بالاهل نروح لك يا ابو يوسف. ما شاء الله تبارك الله المعروف عنك انت اكثر اخوانك متواصل مع اخواتك غير الاشقاء حتى الحين في البرنامج متواصل معهم. عندك فلسفه معينه في التواصل معهم؟ والله يا دكتور انا في هذا الزمن أنا أشوف أن أولى الناس بالتواصل هم أهلك وأخواتك في زمن الفتن وفي زمن الانشغال
وارتباطات. أنا قناعتي الشخصية إحنا في زمن السناب شات، زمن الانستغرام، زمن المكالمات، زمن الارتباطات، زمن فلان وفلان وفلان راح ومشغول مع شباب ويضحك معهم في الاستراحة ويروح مع فلان في العزيمة فلانية ويروح يسافر مع أخوياه في الدولة فلانية، وأهله وأخواته ما يدري عنهم، كيف علاقتهم مع الله، كيف علاقتهم مع أنفسهم، كيف تحريص حتى غير الأشقاء ما شاء الله كلهم متواصل. أنا متواصل مع عائلتي كلهم، صغيرهم وكبيرهم، حتى أولاد أخواني، فهمت علي؟ أحاول كل برنامج معهم في كل حتى أسبوع. وانت هنا في البرنامج بتتصل عليهم؟ برنامج اليوم، اليوم بعد المغرب أنا متواصل معهم في برنامج إيماني رمضاني مع أخواتي ما شاء الله. يعني نسأل الله القبول ما بين ختمة القرآن ما شاء الله ما بين فهذا الشيء أنا أشوف أنه واجب جدا، وهذه رسالة أوصلها لكل من يسمعني. يا أخي الكريم، أخواتك أحوج بالحنان، وأخواتك أحوج بالحب، وزوجتك أمك فهمت علي أحوج باهتمامك فيهم، فهمت علي؟ فهذه قناعة ما شاء الله. أنشطتك حتى في القبيلة أظن عندكم ملتقى اسمه ملتقى طلالة. عندنا ملتقى طلالة في ديارنا سنوي، وأنا أيضا متواصل. السنة هذه ما شاركت فيه؟ ما شاركت، متواصل معهم وأعلنت عن برنامجهم في السناب شات ما شاء الله. وحقيقة حتى كتبت يعني لما أعلنت يعني يا ليتني كنت معهم فأفوز. كم سنة لك؟ ثمانية سنوات في الملتقى. ثمان سنوات هذه السنة اللي غبت عنها. نعم سنويا. طيب الوالد ما شاء الله الله يحفظه له مكانة كبيرة في جماعتكم وقبيلتكم، الله يطول ويعني له كلمته. لكن العجيب أنه نعرف أن الوالد ما شاء الله صاحب صوت جميل. إيه نعم ما شاء الله. وأنكم تسوون دوتو مع بعض. إيه أبويا فيها أحيانا نسافر مع بعض، فيعني أونسه ويونسني، فهمت علي؟ ما شاء الله ما شاء الله. الوالد عامله كصديق كذلك. أبوي الله يطول عمره. الوالد يكتب شعر أيضا. أبوي يقولون من شعره ولا من شعر غيره؟ أبوي يعني من الناس المتواضعين، الله يطول في عمره. آمين. ويخليه ويخلي أباءنا وأباكم جميع. آمين. صوته جميل جدا والله العظيم، وارتكازاته اللحنية في الأداء جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. وأيضا هو يقول الشعر لكنه ما هو من الناس اللي إذا كتب بيتين قال أنا فلان يا ناس، لا، نفسه اللي حوله اللي يمون عليهم ما شاء الله. أيوة. طيب علاقتك مع الوالدة؟ الوالدة أبد، أمي مكلمها قبل شوي الله يحفظها، متواصل معها ما شاء الله. أنا أعرف أن أنت الوحيد من أخوانك اللي قدرت تقنعها تسافر برا السعودية معك. أمي سافرت بها برا السعودية وبالفعل أنت يعني الوحيد اللي قدرت تقنعها. أيوة بالفعل أنا الوحيد، وإن شاء الله ما هي يعني أمي كبيرة السن، عمرها تجاوز 60 ما شاء الله. ومع ذلك إن شاء الله بمشيئة الله إن كل ما تيسر فرصة أسافر بها دول بمشيئة الله. الله يحفظها. مع الأسف أنت أحيانا حتى المهمات الصعبة عندك في مع الوالدة في بعض الأخبار السيئة ممكن تتوصلها هي. اللي هي كيف؟ في خبر أحد أخوانك. إيه. الله يغفر له ويرحمه الكبير عبد الله. الله يسلمك. يمكن أنت سميت الولد على اسمه. إيه نعم نعم. أنت اللي وصلت الخبر للوالدة، كيف وصلت لها الخبر؟ والله يا أخي الكريم شوف كان صدمة وفي حادث رحمة الله عليه توفي. شوف في المصائب إحنا تعلمنا في الحياة على هذه الرسالة، إحنا دائما نقول اللهم هون علينا مصائب الدنيا، ما نقول يا ربي أزلها عنا، هونها، لأن المصيبة حاصلة حاصلة في كل بيت، لكن نقول يا رب هونها. فهذيك اللحظة اللي جانا في خبر وفاة أخوي الله يرحمه عبد الله ويسكن الجنة وموات المسلمين، كل إخواني راحوا، يعني الواحد ما عاد يتحكم عقله، كلهم راحوا. أنا هل أنا أروح مع أخواني ولا أجلس مع عائلة حريم؟ وتعرف عائلة الحريم إذا حصل مصيبة ما اللي يجلس معهم؟ كيف يقنعهم؟ كيف يوصل لهم الخبر؟ فأنا اضطريت أني أنا أجلس مع أنها مصيبة علي، وأتمنى أروح عند أخوي هناك، لكن خلاص أنت وأخوانك بيسدون عنك في المواقف الصعبة. أحيانا الواحد يحتاج أن يحكم عقله. كيف هيأت الوالدة الخبر؟ والله يا أخي الكريم نسأل الله أن الله يرحمه، أنا أخذت الوالدة معايا وبتبروح عند يعني أختي فلانة نسلم عليها وشفتك بكل أريحية. وأخذت أيضا أختي معلمة من المدرسة وقلت معنا بروح فلانة تعبانة بنسلم عليها في بيتي اللي زوجة المرحوم، شفت كيف؟ لكن نسأل الله أن الله يفتح علينا وعليكم. موضوع مصائب الواحد يحتاج أحيانا الحكمة ويحكم عقله كيف يوصل للمصيبة. الله وصلهم الخبر وعاد أكيد مهما كان، يعني حتى لو أتيت من أجمل أساليب لو صدمت لابد من المصيبة. صحيح. الله يغفر له ويرحمه ويجمعكم فيه في جنات النعيم يا رب. طيب خالد، الوالد الله يحفظه مزوح
ويحب المزاح. انت كيف علاقتك معه؟ اللهم لك الحمد، انا احس اني اقرب واحد لابوي، تسوي لي فضحك جلسه المغرب ما توقف يعني معه. الله يحفظ. امين يا رب. الوالد اظن تاثر يوم كنت طالع برايم. اي والله ارسل لي رساله انه اوجعتني والله، لكن ايش تبغى نسوي؟ قضاء الله وقدر. وراجع ان شاء الله باذن الله، مقاله راجع ان شاء الله. ان شاء الله كل ما عندنا احد بيطلع برايم ان شاء الله يبطلون لنا هالسالفه دي. هل شغلك الاعلام على الوالدين شوي؟ ارتباطاتك انشطتك؟ والله يا اخي الفتره بعد ما طلعت من زد رصيدك تعرف الواحد لازم يكون حول الاعلام، ما يكون بعيد من الاعلام لكي ما يطفى وتروح وينسى مع النسيان. فأنا كنت الفترة اللي راحت مقل والله حتى من الجلسات مع الوالد مع الوالدة. جلسة المغرب ما أفوتها نهائيا مع الوالد والوالدة، يعني الشغل أي شغل أخليه بعد المغرب أو قبل العصر أو في العصر. بعد المغرب لازم أكون في البيت، ما شاء الله قهوة شاي سوي لي في الضحك، لأن يا أخي نادرا يا أخي صرنا نشوف ناس تلتم في البيت. أشغلتنا يا أخي التواصل الاجتماعي، أشغلتنا الجوالات، أشغلتنا التلفزيونات. طيب في موقف الوالدة تفتقدك فيه السنة هذه؟ الوالدة الله يحفظها تصلي تراويح عند الشيخ أحمد الحواش. إيه نعم. والشيخ يطول إلين قريب الفجر. أنت كنت اللي مدة 7 سنوات تقريبا اللي توديها الحمد كل سنة. الحمد لله. السنة هذه أنت ما موجود هنا وما توصلها. هذا فضل من الله. طبعا كان في ثنتين مع أمي دايما رحم معها، فكانوا يقولون خلي خالد يريح ويشيل لنا ولدنا، كنت أنا والله أني أرفض لأني أحس أني يا أخي أوديهم وأنا مبسوط، أجي أخذهم الصباح وأنا مبسوط، أحس أن أمي تكون راضي عليه وقتها. الله يحفظ. السنة هذه الحمد لله أنا ما قصر أخواني فيها، فأنا أسف أمي جدا أحبك. الله يحفظك. طيب محمد انا ما حتكلم عن الوالد، الشباب الله يغفر له ويرحمه توفت وانت رابع ابتدائي اظن تقريبا رحمه الله عليها، لكن نتكلم عن بعض الاقارب. الدكتور عبد الله الطارقي خالك، بعد ما قبلت في الماجستير في جامعه الملك سعود في شيء صار بينك وبينه، في رساله وجهها لك، ايش هي؟ أول ما قبلت يعني الحمد لله في أول ما قبلت الحمد لله في جامعة الملك سعود كنت كتبت رسالة عن هذا الموقف يعني. نعم موقف مفرح إن شاء الله وفي خير يعني، فرح بالقبول والشيء اللي كان يعني داعمني في هذه المسيرة هو موقف كان مع الوالد الله يرحمها. ما شاء الله. هو ذكرك بشيء يعني متعلق بالوالدة في رسالته هذه؟ أنا كتبت في موقف إنه أتذكر الوالدة ملبستني الثوب في وأنت في الابتدائي؟ وأنا في الابتدائي وقالت يا محمد أبغاك طالب شاطر، كنت قلت يعني أتمنى إنها تشوفني هذا اليوم أنا طالب في الماجستير. الحمد لله تتحقق الأماني وإن شاء الله ما تقدمه من عمل صالح يذهب لها. فكان خالي عبد الله قال كلنا أمك. الله يجزي بالخير. الله يسخي. الله يجزي بالخير. طبعا الحمد لله يعني إن فقدنا بر الوالدة أو البعض فقد بر الوالدة فبر الأب باقي. في كلمة قال لك هي أبوك، كلمة أنا بعرف سرها يعني، وإن شاء الله إحنا من باب هذا نذكر الخير. في مرة من المرات